أعلنت وزارة الصحة تجهيز 21 عيادة طبية وفرز 150 فني طوارئ وهيئة تمريضية، إضافة إلى 30 سيارة إسعاف موزعين على 21 مسجدا بمختلف محافظات الكويت، وذلك لتغطية صلاة القيام في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وإلى جانب هذه الاستعدادات في المساجد، فقد أعلنت وزارة الصحة أن غرفة الطوارئ المركزية وأقسام الحوادث بالمستشفيات وغرف العمليات على أهبة الاستعداد لهذه المناسبة. الله أكبر، الله أكبر. تكتظ مساجد البلاد بالمصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وسط أجواء رمضانية مفعمة بحلاوة الإيمان. تكاتفت جميع الجهات الحكومية لتوفير كافة سبل الراحة للمصلين، ومن بينها وزارة الصحة، إذ قامت بتجهيز 21 عيادة طبية موزعة على مساجد الدولة، بالإضافة إلى توفير 150 فني طوارئ و30 سيارة إسعاف. المسجد الكبير في عيادتين رجال وعيادة نساء وعيادة حق الفي اي بي موجودة هناك، والعيادات هذه فيها طاقم كامل طبي مع الممرضين طبعا مع فنيين الطوارئ الطبية. سيارات الاسعاف راح تكون تقريبا ما يقارب الاربع الى ست سيارات اسعاف وقابل للزيادة. 20 فني طوارئ موزعين في 4 مساجد في منطقة حولي، وتوفير سيارة إسعاف وعيادة طبية في كل مسجد باستثناء مسجد بلال بن رباح. تم تجهيز 4 مساجد معتمدة من الأوقاف في محافظة حولي، اللي هو مسجد بلال ومسجد جابر ومسجد موضي ومسجد المزيني. مسجد بلال تم تجهيز عيادتين، تم توفير فيه سيارتين إسعاف وسيارتين جولف، بالإضافة إلى غرفة الإمداد وغرفة الطوارئ. بالنسبة حق باقي المساجد كلها مغطينهم بعيادة واحدة وسيارة إسعاف، ومسجد جابر العلي مغطين معنا دكتور وممرض. كافة العيادات في المساجد مجهزة بالمعدات والأدوية والكوادر الطبية المؤهلة. بنوفر كل شيء لحق المرضى، مرضى الأمراض المزمنة أو حتى مرضى الطوارئ. من أول يوم في رمضان بدأنا نجيب كل الأدوية الطارئة والأدوية المزمنة. بدأنا نحاول ندي نصايح لأي حد يجي لنا في العيادة بالنسبة لمريض السكر اللي عندهم أمراض مزمنة، ناس مرض الربو، مرض السكر، مرض الضغط، أن يأخذون أدويتهم أو يبون أدويتهم معاهم، أو يعلمون الناس أو يعلمون أي حد قريب منهم، سواء من الناس المتطوعين، في ناس متطوعين في خدمة المصلين، أن ترى أنا مريض سكر، أنا مريض ضغط. كما تم توفير 3 آليات مساندة كالجولف والسكوتر في المسجد الكبير ومسجد بلال بن رباح وغيرها من المساجد، إضافة إلى جهوزية غرفة الطوارئ المركزية وأقسام الطوارئ في المستشفيات وغرف العمليات. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.